عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات بمحافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور طلعت عبد الأوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب والمستشار زاهر مصطفى زاهر رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية والقيادات النسائية. وأعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في بيان اليوم أن جميع الحضور ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات. وللمزيد من النقاش والتفاصيل بينضم إلينا هاتفيا الدكتور طلعت عبد الأوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. دكتور طلعت بعد التحية يعني أتحدث معك في البداية عن هذا البيان وما جاء فيه من تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. وكنا احنا طبعا في مؤتمر كنا عقدناه في محافظة الدقهلية في ديوان عام المحافظة وكان بيناقش يعني القضية السكانية ودور منظمات العمل الأهلي في دعم القضية السكانية وتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية اللي هي يعني ثاني توصية من توصيات المؤتمر هو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للمشكلة السكانية. وكان طبعا لقاء مثمر جدا والجميع في الحضور يعني طلبوا مننا او طلبوا من الاتحاد العام ان احنا يعني نناشد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفتره رئاسيه جديده وده كانت رغبه من كل الحضور والكل اشاد بالدور اللي قام بيه فخامه الرئيس فطبعا يعني فعلا مدينين بفضل كبير للرئيس للمجتمع الاهلي انه اكثر رئيس انحازا للمجتمع الاهلي في صور انه فيه مرات عديده او متعدده منها يعني عندما صدر القانون 70 لسنة 2017 وكان القانون ده ظهر صدر في ظروف معينة دولة وكان لازالت الحملات التطرف والإرهاب وعماد الإرهابية وكان في عدد من المواد يمكن المجتمع الأهلي كان مش راضي عنها وعندما عرض الأمر على فخامة الرئيس في يناير 2019 وافق بالفور على وقف العمل بالقانون 70 وطلب من الحكومه فتح حوار مجتمعي لاصدار قانون جديد يعني يدعم العمل الاهلي وبالفعل حصل الحوار المجتمعي وصدر القانون 149 سنه 2019 وده يتماشى مع الماده 75 من دستور مصر. فده كان دي اول طبعا دعم رئاسي واضح من فخامته. في 2022 اعلن فخامته ان 2022 عام منظمات المجتمع المدني ويمكن نتج عنها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي هو برضه كان اكثر داعم ليه فخامه الرئيس. كل ديت يعني علامات جيده ناهيك عن كل الانجازات اللي تمت على مستوى الوطن، ناهيك عن الاستقرار والامن اللي احنا كلنا عايشين فيه، ناهيك عن ان الرئيس استطاع رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه في العالم ان هو برضه ما زالت مصر واقفه على رجليها واقفه بقوه. والحمد لله كل في هذا الإطار دكتور طلعت يعني بصفة حضرتك يعني عضو في الأحزاب المطلعة على العمل السياسي عن قرب، كيف تنظر لفترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر على مختلف الأصعدة؟ يعني لو اتكلمنا واحنا اتكلمناها يعني من أمور مستوى التقييم الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يورط مصر في حروب يعني داخلية أو خارجية، لم يورط مصر في أي تدخل، لم يتدخل في شؤون أي دولة سواء عربية أو أي دولة من دول العالم. الرئيس استطاع أن يعيد مصر إلى قلب الأمة القارة الإفريقية بعد ما كنا بعيدنا كثيرا. الرئيس استطاع أن يعيد مصر إلى خريطة الدول العالم. الرئيس استطاع أن يعني يقيم بنية أساسية في مشاكل كانت موجودة يعني سابقة وما كانش حد يستطيع ان يقترب منها. النهارده ما اقول مبادره حياه كريمه اللي هي بتضم 58 مليون مواطن مصري من اهل الريف
اللي كانوا يمكن منسيين جدا، فدي طبعا نقله كبيره جدا. الرئيس النهارده اما يعني بيؤمن بدوله المؤسسات، الرئيس النهارده اما بيستضيف كل سنه مؤتمر للشباب شباب العالم، الرئيس النهارده اما بيدعم المجتمع الاهلي، الرئيس النهارده اما بيبدا النهارده في كل مناسبه وحاسس بالناس، بيبدا النهارده يطلع قرارات يعني رفع يعني بعض المشاكل اللي بتواجهها المواطنين سواء غلاء الاسعار او التضخم. الرئيس اللي دعا حوار وطني وحوار وطني مفتوح بلا اي قيود، كل دي طبعا يعني يكفي ان اقول انه استطاع ان يقيم جيشا قويا، وما كانش في دوله في العالم تكون لا تستطيع ان تواجه الارهاب والتطرف وهي في نفس الوقت فيها تنميه. مصر انفردت كده، كان في تنميه على الارض، في مدن جديده، في بنيه اساسيه، في مبادره حياه كريمه، وفي نفس الوقت في دفاع عن ارض الوطن، في استرداد للحقوق، في النهارده جيش قوي يعني امان داخلي يعني امان خارجي. كل هذه اسباب يعني لا اجد يعني 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 لو تحدثنا عن الانجازات اللي تمت في خلال الفتره القليله اللي هي بعد انهارت الدوله المصريه واصبحت يعني دوله يعني ما كانش دوله في مصنف 2013، في خلال 10 سنين او اقل من 10 سنين اعيدت للدوره هيبتها سكناتها اقتصادها يعني بنيتها الاساسيه. كل هذه المسائل انجازات عظيمه. انا بتكلم عن عاصمه اداريه جديده او العالمين، وانا باكد كلامي في البرلمان ان لا العاصمه الاداريه الجديده ولا العالمين من اي ميزانيه من ميزانيه الدوله اطلاقا. دي كلها استثمارات جت من الاراضي اللي موجوده الصحراويه اللي كانت ليست لها اي ثمن، استطاعت ان تقيم هذه الانجازات العملاقه واللي هي هتغير خريطه توزيع السكان في مصر. يعني انا بقول ان احنا النهارده الرئيس ينظر الاحزاب السياسيه كلها من مسافه واحده. يعني انا شايف ان احنا يعني الرئيس كلنا مصر كلها بتناجده، ويعني اللي هو يعني يرشح نفسه دوره رئاسيه جديده عشان يكمل المشوار اللي هو بدأه. احنا هو الرئيس بدأ الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده لم تكتمل. الجمهوريه الجديده لها اركانها لسه لم تكتمل بعد. فطبعا الرئيس يعني وعدنا واحنا في مجلس عملاء الحوار الوطني ان هو كل التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني ستتحول الى قرارات جمهوريه في من خلال السلطه من خلال الاختصاصات والدستور او الى قوانين او تشريعات من خلال احالتها للبرلمان. وطبعا الحوار الوطني اللي هو حضرت القوى السياسيه كلها حضرت، لم يتخلف احد من القوى السياسيه. لم يعني مفيش قوى سياسيه، مفيش حزب سياسي قال انا ارفض. بالعكس حتى الاحزاب اللي هي لها يعني توجهات مثلا متشدده وعلى الشيء كانت موجوده على الطاوله والكل اتكلم، وخرجت مجموعه توصيات يعني فعلا توصيات على اعلى مستوى. والرئيس كان كل فتره بيشيد بدور الحوار الوطني وطلب من الحكومه في اكثر مناسبه تنفيذ اي توصيه تصدر عن الحوار الوطني. حتى في القرارات الاقتصاديه اللي الرئيس كان بيصدرها كان بيقول لا بناء على توصيه من الحوار الوطني. الحوار الوطني ده حاجه لم تحدث في مصر من قبل، كنا دايما بنتحدث عن حوار في قضيه معينه، قضيه الاسكان، قضيه التعليم، قضيه الصحه، يعني قضيه اقتصاديه، ولكن الجميع حوار وطني يشمل 112 قضيه بجد لم تحدث في تاريخ مصر. فأنا بقول لحضرتك وبمشاركة كل أطياف المجتمع دكتور طلعت، وحوار يعني بدون خطوط حمراء يعني كما كنا نتابع في جلساته. بالظبط كده. أنا بقول لحضرتك أنا كنت يعني احنا عملنا 72 جلسة عام و17 لجنة. بأكد لحضرتك وأنا كنت يعني واحد من اللي أنا كنت بحضر بصفة عضو مجلس أمناء، كنت حريص على الحضور تقريبا معظم الجلسات اللي كانت فيها. لا كنت بشوف بنفسي حرية ديمقراطية، حتى الأحزاب السياسية كلها جت برضه المتخصصين كنا بنلاقي أساسة كلية الطب، أساسة الهندسة، بنلاقي طلبة الجامعات جايين يعني لجنة الشباب، بنلاقي دكاترة أطباء مصر كلهم ونقابات المهنية ونقابات العمالية وجمعيات الأهلية. لا كان عرس ديمقراطي بكل الاحوال، ما حدش يقدر يزايد على اللي تم فيه واضح النهار، وما حدش يقدر يخفيه.
اللي تم فيه يعني بدعوه من فخامه الرئيس، وهو كمان يعني استجاب لما قلنا احنا عايزين اشتراك قضائي على الانتخابات القادمه. الرئيس احال هذا الموضوع الجهات المعنيه، اتكلمنا برضو ورفعنا فخامه الرئيس برضو خاص الموضوعات زي التصالح زي البناء وغيرها. كل الكلام ده هتصدر عنه قرارات قريبه جدا، وفي موضوعات ستحال لمجلس النواب في دور العقاري القادم باذن الله في شهر اكتوبر. لا يعني انا لم اشوفه في مصر وليس انحيازا وليس مجامله، ولكن انا بتكلم عن واقع، الواقع ما حدش يقدر ينكره والارقام ما حدش يقدر يخفيها. الواقع والارقام بتؤكد ان في عمل وعمل كبير جدا، ورغم الظروف الاقتصاديه صعبه احنا عندنا يعني المعادله الصعبه اللي هي ممكن توقع اي دوله، ان انا عندي في معدل نمو سكاني مرتفع ومعدل النمو الاقتصادي بتعرض لهزات مش بسبب داخل وسبب اسباب خارجيه زي كورونا والازمه الاوكرانيه الروسيه، وعشان نعيش حياه كريمه لابد يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاث اضعاف معدل النمو السكاني على الاقل. احنا طبعا عندنا المشكله ان انا عندي معدل النمو السكاني 2.5، معدل النمو الاقتصادي 4.2، فعندنا مشكله موجوده. احنا كل سنه بيجي لنا 2,100,000 مولود، وعندنا 500,000 متوفى، عندنا 1,600,000 دول موجودين كل سنه بينضافوا للدوله المصريه. احنا عندنا 9,000,000 شقيق من الدول العربيه والافريقيه مقيمين اقامه كامله في مصر، ومش مقيمين اللي تحسب للدوله المصريه، مش مقيمين زي بعض الدول القريبه مننا في مخيمات، لا دول عايشين متعايشين معانا، بياكلوا معانا بيشربوا معانا. فده دي دوله لا تستطيع اي دوله اوروبا، اوروبا الدوله القاره العظيمه اللي بتمنع اي هجره من اي دوله، بتمنع حد حدود. احنا لما حدث في السودان دخل اكثر حوالي 1,000,000 سوداني من السودان الشقيق، وبنرحب بيهم وبيعاملوا معامله المصريين في كل شيء. يعني مصر فعلا يعني انا بقول وبقول كراجل بعمل عمل عام بقى اكثر من 50 سنه، لا يعني لا يستطيع احد حتى لو هو يعني ايه يعني عايز ينكر، لا يستطيع ان ينكر ما يتم. عندنا مشاكل؟ اه عندنا مشاكل. مشاكل في اسباب معظمها اسباب خارجيه. عندنا في مشاكل غلاف على مستوى العالم كله، في تضخم في تضخم. لكن النهارده هل هي اسباب كلها داخليه؟ لا، في اسباب لها اسباب خارجيه، معدل النمو السكاني مرتفع، كل دي اسباب لا الرئيس ولا الحكومه ولا البرلمان لهم دور فيه. فانا عايز اقول باكد، ومع ذلك النهارده احنا كلنا في جلسه التضخم والغلاء، قلنا لابد ان تكون هناك اجراءات قويه من الحكومه يعني التدخل لضبط الاسعار، وده يعني معنى ان انا عندي سياسه السوق والعرض والطلب، ان الحكومه لا تتدخل. الحكومه ممكن تتدخل في بعض الاحوال ان يلاقي فيها نوع من انواع الاحتكار او نوع من انواع الغلاء غير مبرر، فممكن الحكومه تتدخل. واعتقد ان القوات المسلحه والسلطه اما تفتحوا منافذ عديده عشان يوفروا سلع غذائيه باسعار مناسبه، وارجو ليها يعني تصرفات وقرارات جيده عشان نخفف المعاناه فيها للمواطنين. كلنا نعترف ان هناك يعني مشاكل موجوده، ولكن هل مفيش حلول؟ لا، في حلول. الحلول ممكن تتاخر شويه، ممكن تتاخر شويه، ولكن في خطط، في خطط، في برامج، في برامج. وبعدين النهارده ما كناش نقدر ما نقويش جيشنا ولا سلطتنا عشان نواجه احنا تعرضنا فيما تعرضنا ليه. فاعتقد ان احنا من امام التوازن بين الحفاظ على الامن القومي المصري وبين دعم البنيه الاساسيه وبين ان احنا يعني نعمل مشروعات انتاجيه. فانا بقول لا، احنا طبعا بنناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يستكمل المسيره اللي بداها، ودي رغبه اللي يعني اغلبيه كاسحه من المواطنين المصريين. وان شاء الله انا بناشر خلال حضرتك، واحنا يعني كاتحاد عام بنعمل دايما مبادره اسمها انزل شارك مصر الان. انا بناشد كل المصريين ان ما يخلوش ان يدوا يعني صوتهم، ينزلوا يدوا صوتهم بصوت بامانه وطبق لماده 37 دستور اللي بتقول ايه، ان يعني الحياه العامه الموارد الحياه العامه واجب وطني، ولا بصوتك سواء في الانتخاب او ترشح بحق دستوري. انا بناشد الشباب بالذات، بقول للشباب مصر الواعي اللي هو احنا يعني هو مستقبل البلد، واحنا فخورين بيه جدا،
بنقول لهم لا كلكم انزلوا. وهو دور وطني يعني زي ما حضرتك ذكرت دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه المداخلة وعلى كل هذه التفاصيل.